الله ثم زبيت عند المشعرة منطقة ولا تبتليها في قبرها بما لا طاقة لها به والحقها بنبينا عليه السلام الله ثم إنها قد نزلت بك وخلفت الدنيا وراء أظهرها وافتقرت إلى الإمداد الله ثم ثبت عند مسألة منطقها وابتليها في قبرها بما لا طاقة لها به والحقها بنبينا عليه السلام ونيابة عن أهل الميت وعن أخينا حاج عبد الله نقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا وعظم الله تعالى أجرنا جميعا وعظم الله خطواتنا جميعا وحفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم جميعا. ونيابة عنكم أيضا نتقدم عزاءنا لأحبتنا وإخواننا أهل الميت وعلى رأسهم الأستاذ الكريم الحاج عبد الله حفظه الله، فإن خير ما ندعو به ونقدمه في عزائنا لهم هو ما ثبت وصح عن الصادق المصدوق، فنقول لهم لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فاصبروا واحتسبوا. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمهم الرشد والخير أهل الميت وأن يتغمد الحاج بواسع رحمته. أمين. اللهم اغفر لها وارحمها يا أرحم الراحمين. أمين. واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. أمين. وارحم هؤلاء الأموات جميعا. أمين. أيها الإخوة المؤمنون، الصبر يقول النبي الكريم عند الصدمة الأولى، اعلموا بارك الله فيكم أن من ابتلاه الله عز وجل بمصيبة ما ثم قال إن لله وإنا إليه راجعون، يقول تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تورد النين ابتلثات بشا المصيبة وشينا إن لله وإنا إليه راجعون. رب العالمين يتكار مسرثي الخصال مفرش تنحزن من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم، فالذي يصلي عليه الله يصلي عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك خلقه الله عز وجل، ثم عليهم رحمة الله تعالى وأولئك هم المهتدون. فأقول هنيئا لهم على صبرهم في هذه الجنازة وفي هذه المصيبة، إنها مصيبة وهي مصيبة الموت، وخاصة الوالدة رحمها الله. قد يرى ماشي سهلة يا إخواني، ولكن المسلم الحمد لله يرضى بقضاء الله وقدره. هاد الشيء راه اللي كتبوه هو الله، هو اللي كتب هاد الشيء وراه كتبوه علينا جميعا، ولا يدري أحدنا متى يلقى الله. يقول الله عز وجل في الموت ما جئنا إلا بغتة، وقال الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة المؤمنون، هنيئا لنا جميعا أولا، علاش؟ لأن الحمد لله أقيمت الصلاة في المسجد وكان الجمع كبير ولله الحمد، فكل واحد منا بإذن الله بعد إخلاصه لله يعود إن شاء الله بجبلين عظيمين من الثواب والأجر. القيام ديالها خير من قيام حياة الإنسان كلها، لأن القيام ديالها خير من ألف شهر. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذلك الميت، الأخت ديالنا رحمها الله الحجة، نبشرها بهذا الخير الذي بشرها به نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هو الخير؟ أن الجنازة إذا صلى عليها أمة من المسلمين يبلغون المئة إلا شفعهم الله فيه. شتي 100 واحد
يصلي على الجنازة يقول يا ربي اغفر له، كيغفر له الله تعالى. جاءت الرواية الثانية، ما من ميت يموت قال صلى الله عليه وسلم فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. جاءت الرواية الثالثة عن الصادق المصدوق، ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 3 صفوف إلا وجبت. قيل للنبي الكريم ما معنى وجبت؟ قال النبي الكريم وجبت له الجنة غير 3 ديال الصفوف. احنا الحمد لله شوف شحال من صف. فجزى الله خير الجميع خير الجزاء، وعلى أهل الميت أن يصبروا وأن يثبتوا. ثم أيها الإخوة الأفاضل، أستحضر حديثا لنبينا الكريم، وهذا الحديث حضر النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الجنازة ديال رجل من الأنصار. الأنصار اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل المدينة، الأوس والخزرج الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم. هؤلاء مات منهم واحد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحضر في الجنازة دياله. يقول البراء بن معازب وقف النبي عند الراس ديال الميت ثم رفع بصره إلى السماء ثم اخفض البصر دياله وقال للحاضرين استعيذوا بالله من عذاب القبر. ورخصنا من نجيو هنا يا إخواني نتعظوا قلوا يا رب نجينا من عذاب القبر ونجي هؤلاء الأموات جميعا من عذاب القبر. أرى عذاب القبر حق؟ يقول صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي الكريم إن العبد المؤمن، وإن شاء الله وهذا الذي نرجوه لأختنا إن شاء الله أنها مؤمنة بإذن الله، يقول النبي الكريم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. شتي منين كيجي الأجل ديال المؤمن وهو كيعالج سكرات ديال الموت كيجيو الملائكة من الجنة كيجيبوا الكفن ديال الجنة الحانوت الريحة الطيبة من الجنة ثم كيجلسوا مد بصره وهو كيشوف. ثم قال النبي الكريم ثم يأتيه ملك الموت. علاش؟ لأن الأرواح الله تعالى كلف بها ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يجي ملك الموت يجلس له عند الراس يقول أيتها الروح أفتح أبواب السماء. حنا قبل ما نصليو عليها كان الملائكه صلوا عليها، ابواب ديال الجنه مفتوحه، ابواب السماء مفتوحه، الملائكه كيصعدوا بتلك الروح، كيمروا على مجموعه ديال الملائكه، الملائكه كيشموا واحد الريحه طيبه، كيقولوا هذا الروح ديال من؟ فيقولون هذا روح فلان ابن فلان. ثم بعد ذلك يطلعوا الى سماء الدنيا والتي تليها والتي تليها والتي تليها حتى يدوزوا 7 السماوات ويحطوا ذاك الروح بين يدي الله. فيقول تعالى الملائكه ديالو يا ملائكتي اعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم طاره اخرى. ثم يقول لهم الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين. ثم كتعود الروح. الان الروح رجعت. شتو اللي نزع الروح اللي زول ليها البارح الروح هو اللي غادي يرجع ليها الروح. الذي يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه ولا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. والشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون هو اللي غادي يقول هذا الروح رجع. الآن رجعت الروح ديالها، رجعت الروح. فين رجعت؟ المصطفى قال فتعود روحه في جسده. في جسدي اختلف العلماء اختلاف هذا متنوع ماشي اختلاف تضاد. هل الروح دابا راها فوق القبر ولا بين القبر والكفان ولا بين الكفان والجسد؟ الله أعلم. لكن الحديث قال في جسده، إذن عادت الروح في الجسد. حتى قال النبي الكريم ثم يأتيه ملكان جوج الملائكة شديد الانتهار فينتهرانه فيقعدانه فيسألانه. الآن جوج الملائكة غارهم معها جوج الملائكة غادي يجلسوها. كيفاش داير ذاك الجلوس؟ راه اللي عارفه والله يجلسوها ما يسولوها وتسقسين لا خزيو ورا خنظر ورا من يزدغ ورا ورا. أول سؤال ستسأل عن الله سبحان من ربك؟ من نظهر بنتك؟ لأن يا إخواني حفظنا الله جميعا علاش خلقنا الله؟ علاش ما خلقنا الله إلا لأجل أن نعبده من أجل العبادة؟
فالمؤمن يقول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله غير تمسك بلا إله إلا الله وقل ربي الله وغادي تقول ربي الله هنايا، قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا كان حنا كنشوفوا القبر إيوا الله يرحمها راه تحتها القبر، ولكن هي إن شاء الله في ما يسمى بروضة من رياض الجنة. كتشوف الدنيا كتلقاها كلها ظلمات، أثينا تغيظي الترام تغيظي الترام، إكرم يا أكرم الأكرمين يكشى يا روضة من رياض الجنة. أتسقسر السؤال الأول، من ربك؟ يثبتها الله، لأن هذه من الفتن التي تعرض أولا على الميت. الفتنة الأولى هي هذه، كيجيو ليها جوج الملائكة شديد الانتهار كيخوفوا وغادي يخوفوها ولكن غادي يثبتها الله تعالى. هذه أول فتنة. الفتنة الثانية ظمة القبر، شتي داك القبر درنا له هكذا غادي يجي يبغي يسد. قال النبي الكريم لو أن أحدا ينجو من ظمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لوفاته. ومع ذلك شدوا، ولكن كيشد وكيحل بإذن الله. وفين كيتحل؟ ماشي كيتحل واحد المتر جوج المتر، لا، فين كيضربوا العينين. شوف توسعه ديال العينين هكذاك اللي غادي يتحل. من ربك؟ تقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ تقول محمد رسول الله، آمنت به وصدقت. ما علمك؟ ما يستوي الخارة، أسني قرأت كتاب الله فآمنت به ثم بعد ذلك تحكم المحكمة العليا ديال الله. يقول تعالى لملائكته يا ملائكتي أن صدق عبدي أو صدقت أمتي فأفرشوا له من الجنة، فأفرشوا لها من الجنة واسكنوها من الجنة وافتحوا لها بابا إلى الجنة. قال النبي الكريم فيأتيها من روحها وطيبها ثم يفتح لها في قبرها مد بصرها، ثم يجي لها العمل الصالح من صلاة وصيام وتلاوة القرآن وذكر الله، جميع الأعمال الصالحات. كيجي الأمر حتى لهنا، ولكن من تم الفوق هو ديال الله، ولكن العمل الصالح يجلس معاه ونشوف القبر ويوم القيامة يدفع عليه حتى يشد بيده إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الأفاضل، لا أخشى أن أطيل عليكم، ولا شك أنني قد أطلت، ولكن أختم بما يلي. أولا الآن الحاجة رحمها الله رحمة واسعة، شنو غادي ينفعها؟ إحنا ما عندنا إلا خبر ديال النبي اللي غادي يجيب لينا، هو غادي يقول لنا ها اللي غادي ينفع. شكون اللي قال لنا الميت سيسأل؟ إنه هو الرسول، هو اللي غادي يقول لنا هذا اللي غادي ينفع الميت. الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم كينفعوا هادو ثلاثه الاولين، ثم فصل هذا في حديث اخر، قال النبي الكريم اذا مات ابن ادم انقطع عمله. مش الحجه غادي تصلي ولا غادي تصوم ولا تذكر الله، انتهى يعني الصحيفه طويت. ولكن قال النبي الكريم هادو ثلاثه كيكرمنا بهم الله، هذه الامه، هذه الامه، غير هذه الامه، لقوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار قالوا صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. أعظم دعاء لها هي، أعظم دعاء، شتي العالم كامل يدعي معها بالخير، ولكن ما يوصلوش الدعاء ديال واحد الولد من أبنائها. الولد الدعاء دياله هو اللي كيمشي مباشرة قول نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الرواية الثانية، قال النبي الكريم ينفع الميت في قبره سبعا، السبعة المسائل. أولا العلم، علم بثه في صدور الناس، ولا شك الحاج رحمه الله راه غير الحاج عبد الله قرته النار واحد الخير كبير، خلي عاد الإخوان خلي. هذا علم، علم غادي ينفعها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غرس شجرة، دار شي شجرة الناس يستظلون بظلها أو يأكلون من ثمارها، أو أجرى نهرا، واحد الواد كان يابس حفراته ولا حفروه ولا عطى الفلوس وتحفر ذاك الواد، او حفر بئرا ولا دار شي واحد البير، او قال النبي صلى الله عليه واله وسلم او بنى مسجدا، دار شي مسجد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم او ورث مصحفا. ولذا انا اوصي حاج عبد الله والعائله كنحبوهم اخوان ديالنا ومن الاسره ديالنا الله يجازيهم بخير، يحاولوا بعض المصاحف يجيبوها ويحطوها في الجوامع، 10 هنا 5 هنا 3 هنا. نجي انا ندخل الجامع نشد داك المصحف اللي داروا الحاج عبد الله ولا اخوانه والوالده ديالهم، نفتح غادي نبدا نقرا، عندي بكل حرف 10 الحسنات، 10
من قرأ حرفا يقول النبي الكريم حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعشر أمثالها، قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة. كيعطي الله تعالى على ألف لام ميم 30 حسنة، وهي يدخل عليها 30 حسنة. ورث مصحفا ثم الختام، قال النبي صلى الله عليه وسلم وولد صالح يدعو له. سبعة كينفعوا الميت، ينفعوا. فالله يجزيكم بخير، ما تنسوش هذا الخير هذا، حفظكم الله خاصة الدعاء. ثم أيها الإخوة الأفاضل، الحديث ديال الختام ما هو؟ النبي كان واق جالس مرة مع الصحابة، وهذا الحديث حفظه مزيان وديروا بين عينك وعض عليه بالنواجد وبدأ به اليوم. اليوم لأن كانت المكاينة المناسبة اليوم بدأ به. علاش؟ لأن يساوي في الختام، قال النبي الكريم إلا دخل الجنة. شوف دخل الجنة أولها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ جلس مع الصحابة، شكون اللي صام اليوم؟ قال له أبو بكر أنا يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام من شيع منكم اليوم جنازة في, في, في يوم واحد؟ قال له أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي الكريم من عاد منكم اليوم مريضا؟ شكون اللي مشى عند شي مريض؟ قال له أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي الكريم من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ شكون اللي يطعم واحد مسكين اليوم؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي الكريم ما اجتمعنا، إذا اجمعهم الله تعالى هادو أربعة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. عندك جوج، الصيام والجنازة، قولك جوج، أن تعود مريضا. سير شي مريض فين؟ في المستوى الصف ولا في المستشفى ولا في الدار، قم له بالزيارة وشوف واحد المسكين أكرمه أطعمه. هانت جمعتي هادو أربعة في هاد اليوم العظيم المبارك، إن شاء الله يكتبك الله تعالى من أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يتغمضها برحمته، اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانت محسنة فزيد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن إساءتها. اللهم إنها أمد بنت عبدك بنت أمتك كانت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت أعلم بها. اللهم إن كانت محسنة فزيد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن إساءتها. اللهم إن أختنا الحاجة في 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 ذمتك وحمل جوارك، فقها عذاب القبر وعذاب النار يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح يوم العرض عليك. أمين. اللهم ثبتها عند سؤال الملكين. أمين. اللهم اجعل هذا القبر إن شاء الله روضة من رياض الجنة. أمين. اللهم يا أرحم الراحمين سكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بجوار نبينا الكريم. أمين. نسأل الله تعالى أن يسقيها وأن يسقينا وجميع المسلمين من حوض نبينا الكريم شربة ماء باردة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله تعالى أن يرحم هؤلاء الأموات جميعا. أمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. الوالدين ديالنا نسأل الله تعالى أن يتغمضهم برحمته لماتوا، اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين. ارحم آباءنا وآبائنا، اللهم ارحم جميع أموات المسلمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للخير وأعينهم عليه. الملك ديال البلاد نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يعجل بشفائنا وشفائه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. نسأل الله تعالى أن يبارك في ابنه وأن يبارك في أسرته. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الحضور. تعالى دوم يقضى مرة الغرض دوم إن شاء الله من تتام من تلزم غا الله تعالى من الخير إن شاء الله دوم تكشر رب العالمين إن شاء الله دوم يعظم رب العالمين الأجر مرة إن شاء الله تعالى غادي وش الصبر. اللهم ارزق لي إخواننا الصبر والسلوان، اللهم ثبتهم يا أرحم الراحمين وثبت الأبناء ديالهم. إن شاء الله تعالى يبارك في أخينا عبد الله وأن يبارك له في الأبناء والإخوان ديالهم، إن شاء الله تعالى يبارك فيهم والجيران يبارك فيهم. ونسأل الله عز وجل أن يجيره في هذه المصيبة وأن يكتب له إن شاء الله أجرها عنده يوم القيامة. وبدعائه نسأل الله تعالى أن يغفر لها وأن يسكنها فسيح جناني، فغفر الله لنا ولكم يا إخواني. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام وأن يتقبل منا القيام وأن يتقبل منا ليلة القدر وأن يتقبل منا تلاوة القرآن. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها واجعلنا من يقومها إيمان واحتسابا وممن يقوم رمضان إيمان واحتسابا وممن يقوم يا أرحم الراحمين أيضا تلاوة القرآن في رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم شفع فينا القرآن وشفع فينا النبي
وجهك الكريم وشفع فينا رمضان، اللهم شفع فينا رمضان واجعلنا يا ارحم الراحمين من المهتدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم هذا الحضور كاملين، نسال الله تعالى ان يبارك فيكم، نسال الله تعالى ان لا يضيع لنا ولكم الاجر جميعا، ونسال الله تعالى ان يعظم لنا الخطوات ديالنا ان شاء الله، وان يستجيب الدعاء ديالنا فيغفر لي الحاجه ديالنا. رحمها الله، رحمك الله يا اختاه، نسال الله تعالى ان يرحمك، ان يرحمك رحمه واسعه. الله يجزيك الله خير.